أهلا وسهلا، لوين رايحين اليوم؟ اليوم رايحين مطرح بيخوف كتير، بس نحنا منقول عنه الموت حق، ما منخاف. مين اللي بيخاف من الموت؟ أهل الشرق، أقصى الشرق، لا الغرب، أصحاب العلم صار الموت هم وغم وسم. شو السبب؟ لأنه ما في إلا العلم، ما في أبعاد، ما في أسرار، ما في حياة بعد الموت، لأن ما في حياة قبل الموت. لهالسبب بتلاقوا مثلا بأمريكا بأوروبا بيضلوا يمغطوا للمريء فايت بالكوما، عطوه أدوية مغطوا له عمره خليه ضل طيب. منه طيب؟ شو يعني طيب؟ حتى في ناس بكوما وأحياء ومشلولين وأحياء، وناس مثلي ومثلك أموت ناطرين يوم الدفن. شو يعني موت؟ رح احكي من اختبارات عشتها، وان شاء الله منضل نعيشها ان كنا احياء او اموات. اذا بدكم تعرفوا اكثر عن هالموضوع، اليزابيث كوبلر روس. اليزابيث واختها واختها تريبلت، يعني ماما جابت ثلاث بنات، وقال للطبيب بدهم يموتوا، قالت له ابدا، ربي عطاني اياهم حتى يكونوا خدام لله، حطتهم على بطنها تكفل 9 اشهر لانه انخلقوا بال6:30، وتدعي الله وتقول له بالدنيا خدموك. وحده منهم تعلمت طبيبه، وقت الامريكا مثل هالايام هجمت على اليابان وعلى فيتنام وعملت حرب، هي كطبيبه راحت وشافت كيف الانسان بيموت. معقوله نحن هيك؟ هالموت شو جينا نعمل؟ ليش بدنا نحارب؟ ليه بدي اجي على العراق؟ ورجعت قالت بدي اعمل بيت يحترم الحياة ويحترم الموت، سمته مش هوسبيتال، هوسبيس، مشفى الروح. وين بتروح الروح؟ صار يجوا لعند الناس اللي حالة مستعصية وهن على فراش الموت وتستقبلون، وإذا بتشوفوا بكتبة وصورها شو حلوين، goodbye until you die، حلو كتير، let's say goodbye. إنه يموتوا بفرح، يموتوا بابتسامة، عارفين إنه في بيت تاني، هيديك بيت الحقيقي والأبدي. بتلاقيها قبل ما تموت مثلا تبقى عارفة حالها، بتقول لها بحب ساوي شعري أحلى حلاق أحلى مزين، ساوي ضفيري وتحمم وألبسها الفستان. دايما هيك، إذا بدها رجل دين من أي دين ومن أي طائفة، وبتخبر شو لازم نعمل، وبتعرف وين بده يكون القبر عندها. أوقات كتير هيك بنساعد بعضنا إنه كل واحد يحفر قبره، وبتكتب هيك وبتحط صور، أو بتصير تقول أنا كذبت هون، أو الاعتراف بينك وبين الله. بيقولوا أشياء وين علينا دين، يعني كلها بروسيسنج بتصير، لأنه عارفين حالنا رح نواجه الحق، خلاص الحق. وهيك بس على وجه النور ما بتصدقوا كيف يا الله. أنا كنت بمستشفى عم ضم الناس يلي كمان تيرمينالز، وكان في ست هون وست، هي صبية بال40 هي بال60، بالنسبة إلي كله ضايا أنت وأنا. كانت تعبانة يلي بسين، وتصور أولادها وأحفادها وبيتها صغيرة وكل شيء، خلي أولاد صغار وتشوف التيتا شو رسمت له، بس كان باين كتير وحسيتها ما فيها تتنفس، يا الله دخيلك تخلص. حتى عليها ما بعرف ليش، وقلت شي قلت بالعربي، ما شفت الا قعدت وهيك وجهها صار كتير، يا الله نامت. قلت الجدة وطلعت بس نور جميل. انا زحت البردية بينه وبين صاحبتها حتى شوي هيك ورحت لحدا، مريم ميتو ميتو، انا كمان انا كمان. وصلت تلفنت صاحبتي حملت على روجي، اجت قالت لي راحت، قلت لها عنا رجل منحبه شيخنا عبد العزيز. قالت لي شيخ عبد العزيز سات قال انه ما تخافي ساعدتيها. شو قلت لها؟ ما رح اقول لك شو قلت، ما
بدي أقول شي بس بدي روح على البيت لأنه ميتت. قالت لي ما هني بيمضوا ورقة لا تخافي. قلت لها بس ولا أنت اللي موتيها وأنا عارفة هالشي، بس ما كنت بحب تكون من إيدي، يعني ما بحب كنت حط إيدي أقول الكلام، بس ما بعرف ليش. طبعا ما رميت قد رميت، بس الإنسان لما بحس بمسؤولية بخاف أن تكون أنا السبب. حكينا عبد العزيز، قال لي مريم أولادها رح يكونوا ممنونين، أمهم انتقلت بسلام، in peace not in pieces. رجعي فوتي، رجعت فت، وجوا المرضات وجا الطبيب فحصوها، قلبها هيك بموجات سلام كتير راح. قال لي الطبيب يا ريت أنا وعم بموت تحطي إيديك، وكلهم قالوا هيك وصارت تناديني. قلت له لا، ما عاد في عندي القوة، صرت خاف وخفت. ثلاث أيام بقينا وخدمنا وعرفنا شو لازم نعمل له. بتلفن ابنه بيقول بدي أشكر المرة وعطى شكلي شعرها هيك وعينيها وبعيني، بدي أشكرها. وعيت لي مادر أمي، قلت منيح. قال لي أنت وحاطة إيدك عليا إجت أمي لهون وشفتيك وودعتني وبستا، بس ما قدرت بوسك إليك. عرفت إنه أمي وين باك هوم، راحت على البيت، أنا راح إجي بعيد. قلت له نحنا إجا خيك وصار الدفن وهيك، ورجعت التقيت فيه. قلت له أنا خفت تقول إنه، قال لي لا بس بحب أعرف شو قلت. وأنا خفت، قلت له خلي أقول لك عبد العزيز، أنا حبيت أحكي عربي وما بعرف ليش قلت الفاتحة بقلبي. سألني شو هي، قلت له سأل شيخ فهمين ولا خوري فهمين مسيحي كلهم بيعرفوا. قلت شي مثل أليلويا، مثل الصليب، مثل الأبانة، بس بالعربي. قال لي لازم ضل أولى، لأن حس أمه مثل طلعت وركبت على فرس وهيك فيها نور. شرح له الشيخ، وشيخنا موحد وصوفي، قال له نيالك، قال له أنا عارف بس قلي شو لازم أعمل، بحب أنه أعمل خدمة ولا شيء. سأبت ابنه من الأغنياء، هيدا الهوسبس كتير هيدا لأغنياء الأمريكا معظمهم يهود، يعني وقت اللي بتدفع 10,000 دولار بالشهر هيدا أقل شيء في 50، وكل اللي بيجوا متطوعين. شو بيعملوا؟ بيفتحوا مراكز تاني، بس بيطلبوا لهم أي طبيب، وقبل ما يموتوا بيكونوا بيقدروا بعد ما يسافروا بيسافروا، وبيعملوا لهم رحلات كل شيء فيه، أي أكل. ولادهم أغنياء وما فين يكونوا معهم، وهن بيبقى عندهم سوشيال سيكوريتي يعني. نحن بننبسط، خاصة أنا بلاقي أجمل مكتبة وأحلى كتب، وفي حرية اللي بدك إياه بتجيبه وبتشيله وبتحط، ما عندهم خوف وعندهم أي دين ممنوع. واللي بيروحوا بياخدوا مثلي بيكونوا بيعرفوا، بعرف بالديانات وبقرا كتب، وإذا واحد يهودي بخبره عن بعل الشمس، وإذا واحد مسيحي بحكي كثير عن الإنجيل والتوراة، وبحكي نكت وأخبار وقصص هيك. بس ابنه اهتم، قال لي هيدا شيء ما له علم. قلت له لا، هاي كرامة اجيت لحتى انت وامك ترتاح وانا ما خاف، بس ما معناته لو حطيت ايدي على تاني ست وقريت رح يكون نفس الشيء. هيدي كرامات من الله، لا انا بفهمها ولا انت ولا انا بعرفها، ما فينا نعرف. كل واحد منا بيقدر يشوف هالكرامات اذا لازم، بس اوقات إشارة بشارة وبتتمسك فيها، بتتمسك بالإشارة. منشوف أربة بتقول بيروت ترحب بكم، هي ما شفتها بعمان، وست كل الصبية وكل الإغراء وكلها، بيوقف حدا هالشاب وما بيعود يقدر يزيح. هيدي منا بيروت. لهالسبب بتمنى كل إعلامنا الإغراء بكل العالم العربي بكل العالم نشيلهم، لأن شو بيصير؟ بيقافوا أولادنا قدام هالإعلانات
بصيروا يعيشوا البورنوغرافي مش الكاليغرافي. قلت له انا قلت الفاتحه لما تحكي عربي، بس كل مقهوره بامريكا كل اللي بحب يحكي لغته، قلت بقول هالكلمات وانا بحب شيخي وبحب حمل وبحب التصوف والتوحيد، قلت بدي اقولها. وصرت انا وعم بقول بالمقامات السبعه اولى لا اله الا الله محمد رسول الله، وقلت الفاتحه. بس لما قعدت يا الله مش هي اللي جسمها صار فيها هيك نور، صاروا شعراتها هيك شايبين، بس الابيض اللي فيه بيضوي مش هيك مثل شعري، بيضوي ولا ازرق مثل اللي بنصبغهم، ما فيني لكم. بس هي لا هي القاعدة ايه. بعدين هي رجعت هيك زحطت بالتخت وارتاحت، وانا هيك اجري اهتميت فيهم وغطيتها، قلت بدها تنام لاني بشوف هيك اشي هلا بدها تنام. شلت لها اللعوبات وشلت الاوراق وشلت هيك الصور ومحدها، قلت هلا بدها تنام مرتاحة. لا رجعت طلعت، هيدا موت اسمه او بي اوت بودي اكسبيرينس، فاتت اولتر ستيت. خبرته قال لي بهالوقت هيك بالخطف بالخطوه وبالاسترال بادي شفتكم، بس كنت بدي بوسك وما قدرت، بس امي. قلت له هلا بوسك وبغمرك هون ونحن ان شاء الله بنلتقى هون، وهيك هيك الطريقه تكون يعني ما فينا نفهم ليش. خبرني كانت امه وقت اللباسه هيك غمره هيك فات فيها كلها، فات بالجسد الاسيري وجسد الجيلو مسكها، روح عن السيفن باديز بتصير هلامي الجسد. قلت يا الله نيالة يا رب دخيلك ترزقنا حس الخاتمة. وكان الدفن مثل ما نحن منريد يعني، ما اعترضوا ولادها ابنها وجوزها ما اعترضوا، وقال طبعا اعملوا اللي بتريدوا، مندفن على الطريقة الإسلامية إذا بدكم يعني قبل ما تغيب الشمس إذا فيها الوقت اللي بتعرفوه. وصرنا نصلي أدعية يونيتي توحيد، وطبعا تاني يوم تالت يوم في هيك طقوس بنعملها، بنوزع أكل، بنعمل نياحة قمح، الأشياء اللي بنحس إنه فينا نعملهم وبنعمله، وبتكون سيلبريشن يعني فرح. أكيد بيبقوا الأهل واحد بيتأثر، بس بنفس الوقت خليها تشوف هالنفس إنه نحن إرادة الله عم نعيشها، ما بنقتل حالنا ولا بنبكي وبنصرخ وشو هيدا ويا الله وشو ظالم وقطع حد، حتى لو كانوا أطفال وكبار وصغار وشباب وصبايا وكل الأعمار. قال لي بدي أقول لك إنه أمي ماتت in peace. She died very high. انه ماتت هيك بعلو بارتفاع راحت. وصار يدرس معنا شو الموت شو في بعد الموت، في اعمالنا بتسبقنا وناطرتنا. ولكن بتعرفوا بامريكا ان شاء الله تكون كل العالم هيك، في حريه الفكر وحريه القول. واستضفنا شخص يحكي اذا سمعتوا فكري كوريان وغيره، موت death euthanasia الموت الرحيم والانتحار، راح احكي عن هالموضوع. ارجوكم تسامحوني عم بحكي علم وعم بحكي، لو كنتوا ضد انا مثلكم كنت ما في فكره الا ما هيدي مش مزبوطه، ما كان في الا الاعتراض. بعدين شفت انه في افهم مني بكثير ولازم اسمع للافهم وانا اللي ما بعرف واللي ما بفهم. حكيوا عن الموت هي رحله من كل نفس بين كل اي و اي بين كل دق جرس و دق جرس بين كل نفس ونفس منعيش منموت منعيش. شو اللي بيموت فينا؟ اللي بدك، الكذب، النفاق، الدهاء، السرقة، شو عندي اشياء زعجين، الحقد، كلهم، الشهوة، باكل كتير، ادكشن، عطول عم باكل،
كل انواع المخدرات والخمرات كل اللي فيه يلا يلا بشيلهم، زنا بكل انواعه. نعم هيدا اللي بده يموت فيه. يمكن ما فيني بلحظه وباثنين، بس بشتغل عليهم انه مع الوقت تصيروا تشوفون عم بيروحوا. اليوتناسيا، شاب مثلا رحت لعنده 22 سنة كوما فيجتبل وامه عم تخدمه، قول يا الله طلع من دوري اليوم، صير حس لو بيموت لو بيموت. لا مريم شو انت مينك الله انت بده يموت؟ يا الله ريحني، ما تجي ما حدا جابريك. اسمع هون وهون، طيب ضروري انا اجي لعنده؟ انت جيتي ما حدا جايبيك، ما انت متطوعه، ليش قبلتي؟ روحي عند غيره. بلا قبلت لانه بدي ريح امه. جيبي وحده احسن منك تريح امه مش انت. طيب اجي لعنده هلا افضل، اقرا شيء بحبه واجي حط ايدي عليه وعم طعميه بالنربيش. كل ما حس انه حقيقه انا بحبه، هيدا انا، هيدا بيي، هيدا بنتي، هيدا ابني، هيدا، يعمل بعيونه يا الله تري بحس. ما صدق امه تقلي بحس. ما بقى رح احكي شي ما منيح، سامحني دخيله، سامحني انا ما كنت قاصده، تري انت حي وانا اللي بلا اخلاق وانا اللي بخاف. صرت اقول له ديفيد ديفيد هيك انه يسمعني على السكت بدينته. إذا عم تسمعني أعطيني إشارة بشفافك. إلا الأم ابتسمت قال لي نو واي. يا الله إلا جربي أنت وشوفي، جرب يا الله، جرب أنا قدامها. لا كأنه يقول لا تجربوا فيي إنه تستفزوني. ترجع الأم تحط إيدها على إيده وتطلب منه علامة يعطيها. يا الله تلي أنا عارفة إنه he is alive، حي. طلبنا من الموت الرحيم يحكي. في ناس قالوا نعم، في ناس قالوا لا. طلبنا الخوري، خوري قال إيه وخوري قال لا، حتى في شيخ قال إيه وشيخ. صرنا بدنا نشوف شو بتقول رجال الدين والطوائف. العلم قال نعم، الدين اصطفله. الأم أوقات تقول إيه أوقات تقول لا. يا الله معها حق يعني. بعدين إجا لعنا شيخ قال أنا بدي أخبركم مني أنا، الرحيم والرحمن وصلة الأرحام. شو هالعلم؟ مضيت ورقة قلت لهم فري ويل اوف لايف في وفري ويل اوف ديث. اذا الانسان انا شخصيا وصلت لمستوى من هالنوع عم بزعج غيره وعم بنزعج وهيك، صلة الارحام. وحكي عن هالعلم. سألني ديفيد، اعطى اشارة، بيو امه الخوري الطبيب كلهم قالوا نعم اذا هالشيخ عنده هالعلم. قلنا له هو مسلم والأهل نصارى، شو بقى نعمل؟ قال لا نحن هلأ بنقبل شو بيقول الشيخ، العلم واحد والدين واحد والتوحيد وهي. قلت له يا رب بعت لي خوري يفهم بهالعلم ويقول نعم، ما بدي أحس إنه هيدا فهمين هيدا مش فهمين، لا لأنه مسلم بيعرف، لا لأنه مسيحي ما بيعرف. وإجيت راهبة قالت بلا موجود عند المسيحي. إجا خوري قال نعم. قبل ما يموت بيجي الخوري بيمشح باللغة الأرامية. يا الله شو ما منعرف. سألنا الخوري قلت له أبونا فادر كيف؟ قال لي الرهبة بتقلي الطاقة عند الأم أقوى، طاقة الأنثى ألفا أوميجا. أمه بتقدر؟ قال أمه بتخاف. وأنت الرهبة؟ عدنا ثلاثة أيام ندرس. الشيخ حكي حلو كثير والراهبة والخوري، وكل ما نفوت على الأوضة يعمل بعينيه أكثر، حط إيده يحركها،
كأنه عم يفهم علينا ونحن بغير غرفة. قلت له تعال نحكي مع ديفيد لأنه سمعنا وحكي أنه نحن موصولين بالرحم، موصولين بالقلب، موصولين بهالطاقة، طاقة سيدنا موسى. هذا مقام النطق. مين بيعرف بعلم الألوان؟ قد ما بعرف، في حدا أعلم وأعرف؟ قلت له، قالوا له حطي هون أزرق، حطي، حطيت له إشارة بأزرق. من بعد ما هو قال نعم والأهل وكلهم وثلاث أيام، حطينا لون أزرق هون، هون لون الشمس على بتضرب هيك بلو، كل بس تحطوا إيديكم هيك بتشوفوا هاللون، خاصة بس تكونوا صايمين وهيك. سو جبنا ألوان مقامات الشاكرا بتشوفوهن على السمارت سوي، جبنا الألوان صرنا نشوف عنده إشار، اللي عنده لون، اللي عندنا زيت. أكتر شي جبنا زيوت يلي معمولة من الجبال بيبقى أقوى، اسمهم شاكرا أويل، مقامين، زيت المقامين، مثل بالمعمودية الناصي. حطي، لبسني بدلة مثل الكفن، حطينا كل الزيوت، كفنا، والأم اجيت وكلنا جينا. الشيخ قال اللي بيعرفه، الخوري، الراهب، ابن خيه الصغير عنده صديق لإله كفيف ومزوج امرأة بتشوف، بس جابوا صبي كفيف وبنته بشوف. سو الصبي الكفيف دايما بس اجي لعنده، أنكل ديفيد بحط إيدي عليه، أكتر شيء أنكل ديفيد بيتجاوب مع هذا الصبي. سو جبني حط إيدي على إجري، شوف كيف بيحرك عينيه بس يحس بده يقول شيء يعني. صرنا نعرف إنه هو حي بس الجسد بكوما بغيبوبة، بس هو مثل بسيارة ما فيها موتور، ما في بيعمل هيك، ما عنده إيدين وإجرين، السواق منيح بس السيارة ما بتمشي. بده يرد السيارة على الجراج وهو بده يروح يجيب أحسن منه، يقعد بمطرح أحلى سيارات وأحلى شيء. هيك صار صبي صغير جوني يحكي، يقول له الشيخ، يقول الراهب حكيت على أنا الصغير بس بيقعد، نحنا ما كان في شيء أنا أقوله، خايفة بس هيك عم ببتسم. كنا مجموعة، حطوه على الأرض، نزلني من الفرشة وحطيني على فرشة حلوة كتير كلها قش وزهور وزريعة حلوة حوالي، وكلنا قاعدين وحطينا أنواع كتير من الموسيقى وأذان، أنواع كتير يلي هو بيحبون، يلي جوني، اللي كان ديفيد يدق جيتار، حطينا جيتار وجا واحد بدق جيتار منيح، كان كأنه عم نعيش وداع. شو عملوا بهاليوتناسيا الموت الرحيم من بعد ما قريوا والفاتحة وغيره؟ الراهبة حطت ايدها وين السرة، تحت السرة ثلاث صبيع، وطلبت من كل واحد فينا شو فينا نعمل، منقول صدقة حسن جارية، الأم، البي. أنا قلت بفتح بير، أعطيني لأفتح بير، قلت يا فتح، بحب فتح الأبار، ما بعرف ليش بحب هيك، حدا يشرب مطرح ما في بير ونفتح بير، لانه عشت مع ناس ما في ابار وعطشانين، صرت اقول هيك، جيت على لبنان فتحت اكثر من بير، وان شاء الله افتح نفتح، يا رفتي اعطينا تنفتح ابار، والناس تاخذ صدقه المي اذا عندها بتعطي، اذا ما عندها بس يزرعوا ويشيلوا من المزروعات اللي عندهم ويطعموا الناس اللي ما عندهم. يعني انت زرعت 100 كيلو كوسه بتشيل 10 كيلو، هيدا بس عهد مش شرط.
ويلي بيكون هو المسؤول عن البير هو بيزرع وانتو بتجيبوا له اذا ما عنده زريعة، يعني بيكون للبير بأمان أكتر. وكل ما بعطل كل اللي عم بيشربوا يحطوا ميل يصلحوا البير ويساعدوا. سولت أنا البير، أنت وأنت وأنت. الأم قالت أنا بخدم ولد مثل ابني، بخفف عن أمه وأبوه، ما بقعد 24 ساعة، بساهم بخدمة بكل الوقت اللي بقدر عليه. كل واحد قال شيء. واحد قال أنا بفتح بيت قد قدرته. من بعد ما هالراهبة كلهم قالوا هي رتلت. أليلويا كيريا ليسا. ديفيد بكي. صارت أمه تحط إيدها على هالدموع وتقول إله سنين ما بكي. تصير تسأل ليش عم بيبكي؟ ما منعرف. صارت تحط إيدها هون يبكي. فتح ايديه صار ينزل دم. نعم ستيغماتا اسم العلم. الخوري قال ما تدقروا، فكل له اجره. كنا نحن هيك مربطين وهيك ايديه الدم عم بيطفق من اجره. قال فكوا له راسه. شفنا هالي من نور. الشيخ يقرا وكل واحد منا يحكي. صرت انا بدي افهم بالعلم دايما هالعقل المحدود والمسدود. نطرنا نشف غسلوا كفنوا حملوا بالكفن سكروا الأوضة. الشيخ والخوري قالوا ما لازم يجوا الناس بلشوا يتباركوا من هي. حكي العالم دكتور كريكوريان قال هيدي بتصير من كتر الحب، حبه للمسيح. أي شيء بتحبه بيجي. حبه للتوحيد. المسيح قال لتكن مشيئتك. واحد طبعا هن عندهم مثل كل واحد ببلد عندهم مدفن للعيلة. أخذني على المدفن. الأم عم بتزور. شو صار بصلة الأرحام لما نحط الإيد؟ وقت اللي قالت انفصل وراحت صلة الأرحام طاقة من نور انفصلت عن جسمه. العالم حكي هي الطريقة موت الرحيم. الشيخ قال نعم فيها الأم تدعي استسلام إلى الله راضية مرضية. يضل يردد هالكلمة عودي إلى ربي يا أيتها النفس. والخوري والجوني نصير حط إيده مدش يقول ويغني. كل الموجودين كل واحد وكل واحد منا ساهم بصدقة بحسد جاري بدعاء. صارت الأم تزور وأنا معها حبيت شوف وتذكر وقت المسيح باليوم الثالث بيقولوا آه شو هالعلم والرمز واحد واثنين وثلاثة. صار الخوري والشيخ كأنهم بطلوا شيخ وخوري وصاروا علماء وحكماء ويحكوا أسرار. قال لهم ليش ما بتقولوا هيك بالكنيسة وبالمسجد وهيك؟ اللي مريم هيدا العلم لأهل العلم لأهل الخطوة والخطف. العالم يرفض يقول لازم العلوم تكون موجودة. هلأ هالعلم موجود يوتناسيا فوتوا بالعلم موجود بالدين وأبعد من حدود الدين. اسألوا رجال الدين. موجود بقلب كل أم أقوى من البي. حكي العالم قال الأم حملت حملتي بإرادتك؟ لا
انت وزوجك طلب من الله؟ نعم. قد ما تقولي طفلي بدي صبي بدي بنت، الله اللي بيأمر. فإذا انت بإرادتك خلفتي بست شهور وسبعة شهور، ما كنت بتحبي يضل تسعة شهور مبلا. فإذا في شيء بإرادتنا؟ لا، ربي حط الأسباب. نعم، فينا نخلق بفرح ونموت بفرح؟ نعم. هل الموت منه من الله؟ من الله. الموت حق؟ الموت حق، ولكن باختيارنا منعيش عذابه ومنموت عذابه ومنخلق عذابه ومنتقفف، ويا الله ليش عملت فيك وليش أخذت ويدا ابن 20 سنة دائب عينك يعني. العالم ورجال الدين اتفقوا، قلنا له والانتحار كلهم قالوا لا، بس قالوا فينا نعيش الانتحار. نعم، بحب يا الله بهاللحظة ينتحر فيي الخوف، هيك بحب يا الله ينتحر فيي كل أنواع الزنا، بحب يا الله ينتحر فيي كل أنواع المخدرات والإدمان والقمار، هيدا الانتحار. نعم، بإيدنا كل شيء حرام ينتحر، بيساعدني ينتحر، بس أنا أحمل طفل وما بدي إياه روح، لا، هي حياة، هي دي روح. حتى لما بدي قص شجرة بتكون كتير عايزتها هالشجرة، مأكدة إنه بدي أعمر بيت وما فيني أتركها تطلع بالغرفة، مع إنه هلأ في ناس كتير وبلبنان بتلاقوا في ناس إذا بدنا نعمرهم نترك الشجرة بيطلعوها هيك كلها من الحائط من فوق، برجعوا بتلاقوا الشجرة على السطح وبالأوضة والولاد عم بيلعبوا هون والأرض حوارة، بس مضطر تقص الشجرة. بزرع مطرحة 10 على القليلة قبل ما أقطعها، بقطعها برحمة، بستعمل الخشب، بتعمل الورق لأني مضطرة. إذا شجرة بدي أقطعها برحمة، كيف إذا من لحمة؟ فإذا في موت رحيم، ولكن ولا بدواء ولا إبرة، واعي وبتطلب من الله وواجباته كلها. وقلت إذا ما فيك اللي عم بيترك جسمه عم بينتقل عند الله، نحن كل اللي حوالينا إذا عليه دين بيقول علي دين عند فلان عند فلان، منروح بتسامحوا؟ لا، بدي إياهم. بدو إياهم شو بنعمل؟ لمه تجيبوهم كلهم. مرتاح؟ نعم. بعد عليك شيء؟ لا. في أمل يا حكيم من شفاء؟ لا. بده يعيش هيك بفوت بكوما، ننطر ننطر ننطر، فات بكوما، بده يعيش بكوما. فإذا نقعد نطلب من الله، إذا أنت بتحب تخلي هيدا أمرك، وإذا بتحب تاخده هيدا أمرك، بس في مقام صلة الأرحام فيك تطلب أنت وقاعد ما بتدقره أبدا، فيك تطلب هيك يا أرحم الراحمين متصلي. بس بالانتحار لا، ما فينا، ما فينا نذبح دجاجة بلا تحليل، وهيدي بدك تاكلها. كيف بدي طفل جنين؟ بعض الناس ومنهم رجال دين حللوا، ما برضى عن هالتحليل أبدا. في رجل دين حلل البنت تحمل وتبيع الجنين، قلت له نعني مين قالها؟ إن كان قرآن أو إنجيل، أنت بأي دينك، دينك وغيرك،
كيف بتقلا لهالبنت الصبية الطفلة 18 سنة نعم تيعطوها 10,000؟ قال لي لأنهم فقراء، ما ممكن ارضى ولا بأي حال، فيها تروح تشتغل، بيا بيشتغل، أما بتشتغل، انت رجل دين بتقنعهم نعم؟ ايه معلش ما خلفت وبتقولوا مريض تاخدوا يبيعوا حتى الختيارة تصير صبية. شوفوا شو عملنا، البنت، البي، الام، رجل الدين، الطبيب، المرة اللي صارت صبية، اللي بيتطلع فيها بيقول لها شو عملتي؟ قالت عملت هيدا تك تك تك. فيت السيلز كلنا اشتركنا. فإذا نستفتي قلبنا، إذا قال فلان نعم نشوف، قال لا نشوف. فإذا الموت نموت، موت بسلام نعم، موت برحمة وحياة برحمة نعم، انتحار غلط. إذا أنت مقتنع أنا عم بحكيك برأيي هل متواضع؟ لا. وفي صور بتصير كيرليان فوتوغرافي، كل أم عاملة إجهاض عن قصد intention، بضل في عندها نور هون بيحجب عنا مقام صلة الأرحام. حضرت مؤتمر بنيويورك، كنت موجودة وشفت، والمعلم يشوف يقول انت 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 تعال. مش بس يصور الطاقة والجنين، يصور بيو للجنين، نعم مشترك، لانه هالجنين هيدا عملت اجهاض هيك، يقولوا نعم. كيرليان فوتوغرافي شو بيعملوا؟ استغفار وصلاة وصدقات معروف. فإذا بصير عندي فصل، إذا عملت انتحار إلي أنا الكبير انتحر، أو عملت إجهاض، أو قتلت قصد، يمكن حادث سيارة بدي أتكفل إذا الرجل مات بولاده وبمرته، بس مش عن قصد، انتبه. وإذا عم بقتل ناس وأنا بطبخ وبحط بالأكل سم، عم بتصير كتير بالبيوت، انتبهوا، وبالمطاعم. إذا عم بقتل بالنوايا، الله لا يوفقون بهالأكلات إن شاء الله، نن 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 نن، بتصيب بس بتصيبني أكتر. فإذا الموت مش بس معي مرض، مرضت بالمستشفى، عملت حادث وفت بكوما، كون عم بروح ومنجي وعم ندعي على بعضنا، عم نبعث لعنة. بينصابوا اثنين، يلي بريء بس يلي ظالم ومظلوم. العفو عند المقدرة. إذا مظلوم ودعي على فلان لأنه ظالمه، نعم دعوة المظلوم، بس إذا المظلوم قدر يشوف ويقدر يتخلص منها قوي، بس له حق يحس إحساسه. ننتبه. فإذا نشيل المظلمة الظلم مع كل أجير ببيتنا، ما منعرف أي ساعة من نام ما منقوم، وننتبه على جسدنا لأنه ظلمناه. لجسدك عليك حق، ننظف حالي من الدخان من الإدمان، نطهره قد ما بنقدر. ربي أرحم الراحمين لما صار عندي الوعي وأفهم، رجع لبسه مثل ما لازم يلبس، طعميه ونيمه هالأمانة، واطلب من رب الرحمة استر آخرتنا حسن الخاتمة. وإذا كان بكومة وبعذاب نطلب الصلاة والرحمة، ما في أي عمل خارجي.
الانتحار والإجهاض. أوقات بالإجهاض الطبيب ورجل الدين والأم بيقول لها بدك تجيبي ولد متخلف أو معاق أو شيء، أنت عليكي خطر شيء بتموتي؟ لا قرري. بس إذا الأم عليها خطر بتموت الجنين بعد ما خلق، هو بينظف أمه. وعملوا دراسات وشافوا الـ NIH كل جنين بيجي مريض رح يموت، وإذا هو عم بيموت رح يموت أمه، بيكون هالجنين إجا طينظف أمه من مرض مهم مثل السفنجة تسحب المرض. طبيب بيعرف في وقت معين بيقدر ما يزعج الأم وما يزعج مساراته الكونية. هذا علم light energy. هون الطبيب هذا دوره، وبيسأل رجل الدين وبيعطي الحل. إنما نحن نتصرف ساعة البدي بحبال وبيع الطفل، ساعة البدي بروح بموت وبنتحر. لا وبموت يا لطيف مات لي شاب، شو هالدنيا، قامت لقيامي على الله. قال في امرأة أرملة ما بقيت صغير يعني فيها تخلف ولد، مات طفلة صفحة 8 سنين هالولد كبير وجابته وبيو مات. عرفت انه في واحد ولي اخذت هالطفل وراحت، تخيلك ما عندي غيره شوف الوضع، فيك تحيي؟ قالوا لي انك بتحيي. قال لا نعم حطيهم، بس اللي طلب منك روحي جيبي لي رغيف خبز من بيت ما شاف الماء. ايه هيي راح دقت اول بيت قال لا جده، تاني بيت بي ام اختي جارتنا، رح تعطي من الدنيا وقتهم كلهم شافوا. رجعت ما التفتت بهالولد، قالت له للولي عرفت اذا رجع الله عطاني بده يرجع ياخده، علمني شو فيه قبل وبعد الموت. ولا عادي مرة هيك اجى ملك الموت تياخد رجل، قال له دخيلك، قال له عمرك 90 سنة، قال له ما شفت شيء، فيك تطول لي عمري؟ قال له 100 سنة. اجى قال له دخيلك خد حدا، قال له مين؟ حدا من ولادي من احفادي. اخذ له اجى بعد 100 سنة قال له ما انتبهت ما نسيت طولت، بس كان بدي اعمل بعد مشروع، بس هلا دخيلك اعطيني وقت شوي بس اصلي دخيلك بس قليل قليل. قال له رح اعطيك 100 سنة. رجع اجا قال له ما انتبهت مدري ليه هال100 سنة مرقوا مثل اللحظه، يعني ليك هالمشروع الكبير كنت قلت بس يخلص بدي ارجع اقعد ادعي وصلي واطوب لربي. مين قولك بك تاخو؟ جا ولد صغير قال له خدني اذا ب400 500 سنة وب1000 سنة ما شبع، انا هلا بدي ارجع على البيت. كلنا هيك، الموت حق، في موت وفي نموت، في انتحار في يوتانيسيا، بس كلنا فينا نحضر حالنا من لحظة الحمل. خلقنا صار عمرنا 6 7 سنين 13 14 18 20 21 صرنا بي وام، اذا ربي اعطانا لهالعمر حاضرين ان شاء الله. كلنا هلا اللي عم نسمع مين منا اكيد انه بكرة رح نكون او بعد شوي. تتذكروا لما اجى الشحات وطلب من عدنان تعطيني؟ قال له ما معي بس بكرة تعا وبعطيك. خيو لعدنان أخذ الطبلة صار يدق خيي نبي خيي نبي خيي نبي. قالوا له شو بك؟ قالوا خيي نبي. قالوا له ليش؟ قالوا اجى شحات. سألوا خي عرف، قال له أنا بكرة بدي يكون حي وبكرة بدي يكون معي مصاري
وبكرة أنت يا شحات بدك تمرق من الحي. قال له إيه معك حق، شو بعمل؟ قال له ما زال عندك لحظة تركض ورا، إذا بدك تعطيه بتعطيه وبتقول له سامحني، وإلا ما تستكبر. شو دقيق هالنظام الكوني، بس نحن ضعاف، بس منتذكر بصير واحد يذكر التاني. الأولاد مهضومين عندهم عفوية وبراءة. مرة في واحد جده مريض بالمستشفى وحفيده، قال له يا حفي جده، قال له يا جده ما عم بفهم شو عم بيقولوا الأطباء، هلأ تخبى بالحمام بس يجوا يحكوا بترجع بتطلع وبتقلي شو عم بيقولوا. تخبى عمره 10-11 سنة بالحمام، اجوا الأطباء حكيوا إنجليزي شو بي، راح طلع قال له يا جدو عرفت شو قالوا؟ فهمت عليهم؟ قال له ايه فهمت، حكي انجليزي وانا بعرف انجليزي كتير منيح. قال له شو قالوا؟ قالوا الهيئة مش عم نعرف، بكرة بس نشرح الجتة منعرف شو مرضه. لازم نعرف انه كلنا عم نموت، بس نشوف ورقة نعوة بقرأ اسمي بخبر جارتي دخيلي تخيل قبلت له الاخوه بقول له ما حطينا على الباب عندك، بكره يمكن على الباب عندي ما بعرف، ثلاثه بفرد يوم ماتوا عندنا بالحي، صار كل واحد يقول لي اولك دورك اليوم دورك بكره، ما بعرف مين دور مين، بس ان شاء الله نكون حاضرين، بس ما نخاف. نيالهم اللي بعيش بالجماعه، وقت كنت عايشه بجماعه ما كان عندنا موت، كان عندنا نموت، بس لما نعيش وحده بعيش الخوف. لهالسبب بقول له يا رب انت رجعتني على العالم العربي، وبعمان كان في بيت الحق، كان في هوسبس، اول هوسبس بالعالم العربي كان بهالبلد الجميله اللي مرقوا فيها الانبياء وعلماء وحكماء وقديسين. يا الله باعتمادك يا رب في نهر الاردن، امي ضلت تقول هالكلمه تماتت، وانا جيت على الاردن هيك بتطن بهالاذن هون وهون، اكرمنا ببلد عربي يكون عنا بيت الحق مثل ما قلت الاردن بهالمحطة، حط شي مطرح نحط الرحال كون عنا بيت الحق. بيت الحق بيجوا لي كل الناس يلي ما بقى عنا إلا. أستودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه، وما بنسأله شينك ومينات ومين أهليك. ناس بيجوا بقجهك حمي، ناس بيجوا بيقولوا لك معي لبسيني، أنا بحبك كتير للبسيني بس بتجيبوا بسينات، ناخد كل الأعمار، ما بيكون في مراية يشوف شكله، أوقات بتخص أورام الخبيثة بالرأس، يعني ما نحط مراية، كل واحد بيطلع بالتاني بيقولوا أنت أنا، يعني خصوصي الأولاد، كنا بالأول ناخد بس الكبار، بعدين صرنا نحط الأولاد صار فيها فرح، صار عنا فرح بالأولاد، صار الولد بعيط لي بيلي جراما بالحق بيلي شفتي هي الصبي اللي إجا لايك عينه كيفي، نفس الصبي بيقول لي كريما، ما بيشوفوا حالهم بيشوفوا كله، بنقول له شو بنعمل له لهيدا اللي عينه هيك، بيقول لي بدي احط ايدي على عينه، بقول له ايه حط ايدك على عينه، بقول له حط ايدك على عينك، بيقول لي صارت مثل عينه، ما بيشوفوا المرايه، نحن المرايه بتصير تخوفنا كيف صار، بصير يعيط لي بيقول لي هيك بيعمل لي انه هن مهضومين عم بيقولوا لي السر، بقول له شوفي، بيقول لي اجت وحده مثليك تيتا ختيارة، بقول لي بس تيتا انه ما تزعلي مش مثلك، انه هي بتخاف، بقول له ايه، بقول له لا بتخاف، بقول لي ماني كبري نهضون هون. وبالفعل كتار اجوا لعنا، وفي مرة اجا شخص يا الله ما فيني قلكن، هو منه مسلم ولا مسيحي وحط كل ثروته، قلت له مين اضعف شعب اليوم انت رايح ولا مين بدك تعطيهم؟ قال لي المسلمين. مين اضعف شيء؟ ان شاء الله لو اضعف شيء البوذيين، اضعف شيء بتقولوا كفار، اضعف شيء هيك.